مفيش حد مننا إلا وعنده موهبة، والموهبة مشتقة من اسم الله الوهاب. الرحمن بيرحمنا والكريم بيكرمنا والوهاب بيوهبنا، والموهبة هي عطية ومنحة ربانية دون سابق إحسان من أي حد. ممكن موهبة جسدية، قوة أو شكل، ممكن موهبة عقلية، سرعة فهم، أفكار مبدعة، ذكاء وحفظ، ممكن موهبة مهارية، إتقان سريع لرياضة معينة أو فنون معينة، حسن تصرف مبدع. هذه المواهب غالباً لو الإنسان استثمرها هتكون سر سعادته ورزقه في الدنيا، ويمكن كمان تبقى بابه إلى الله في الآخرة. يبقى معادلة موهبة زائد شخصية اجتهادية ده يساوي نجاح ساحق. لكن في شيء مشاهد جداً، أن الموهبة منحة ربانية والشخصية اختيار. شفنا اتنين لعيبة كرة موهوبين، الاتنين سافروا للاحتراف، واحد بقى فخر لنفسه وللجميع واختار شخصية فيها التزام وجدية، والتاني اختار شخصية الموهوب من ربنا لكنه غير منضبط، والنتيجة كانت فرق كبير في النجاح. شفنا اتنين من طلاب العلم، الاتنين متساويين في موهبة الذكاء، واحد اختار منهم يبقى الذكي الكسول، ده ملوش وجود دلوقتي في طريق العلم، والتاني الذكي اختار يكون مثابر، وده اختيار، والفرق كبير في النبوغ والتأثير والنفع. بل أقول لك على حاجة، أخين ربنا رزقهم شكل جميل وبنيان قوي، واحد منهم زي القمر، وشه منور وظهره مفرود لأنه عايش عيشة سوية، التاني نفس الشكل ربنا ادهوله لكن بسبب العادات السيئة اللي اختارها لنفسه ظهره متني ووشه شاحب لأنه كان جميل لكنه مستهتر بصحته. فالموهبة منحة ربانية لكن الشخصية اختيار. شفت أنا في الأشغال اللي اشتغلتها اتنين بياعين شاطرين، ربنا مديهم ذكاء البياع، لكن واحد اختار الالتزام والتاني كان منفلت، واحد قرر يلتزم بالخطة اللي المدير حاططها والتاني قرر يألف، واحد داب في روح الفريق والتاني كان ذاتي وفردي، واحد قرر إن هو يبقى دايماً بيفكر إزاي يحل والتاني بتاع مشاكل واعتراض، وفرق ضخم في نجاحهم في الحياة. الموهبة منحة ربانية والشخصية اعتراض. بل أنت ممكن تلاقي كابل في بيتين متجوزين، مال وجمال وحسب ونسب، لكن البيت تعيس لأن هم مع المواهب الكتير دي من ربنا اختاروا شخصياتهم يبقى فيها عنف في الخلاف وكبر في المعاملة وجفاء في المشاعر. فالموهبة كانت المفروض تكون سبب السعادة، لكن اختيار الشخصية العنيفة اللي مليانة جفا خلى فيه تعاسة. توماس أديسون مخترع المشهور بيقول إن المثابرة والكد والصبر هي أساس النجاح، فإن نسبة الوحي والإلهام في النجاح 1% و99 عرق للجبين. اختيار. بني إسرائيل زمان لما طلبوا من نبيهم يجيب لهم ملك عشان يقودهم لاسترداد بيت المقدس من العمالقة، وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أن يكون له الملك علينا ولم يؤت ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. الجسم ده موهبة، العلم اختيار، لأن العلماء بيقولوا المفسرين كان أكثرهم تعلما لفنون الحرب، ربنا مديله بنيان هو اختار يتعلم فنون الحرب فكان هو جاهز يبقى وقتها قائد. سيدنا محمد برضو كان بيشجع مع الموهبة انك انت تجتهد وتتعلم، وده اختيارك. فكان مثلا يقدر موهبة الصوت الجميل في القرآن، لكن اذا اقيمت الصلاة يقدم اقرأكم لكتاب الله اكثركم تعلما، وده اختيار لأحكام التلاوة مش اجملكم صوتا. عشان كده اللي اجتهد وتعلم وده اختيار هو اللي كان في المقدمة. فلو عنده منكم موهبة يختار إن هو يضم ليها شخصية مثابرة مجتهدة منضبطة ملتزمة، وده إكرامك لموهبتك وشكرك لنعمة ربنا إنك تختار للموهبة دي شخصية تليق بيها، لأن معادلة التوفيق والنجاح موهبة زائد شخصية مجتهدة يساوي نجاح ساحق. فاللهم فك أسرنا من عيوبنا وسدد خطانا واكتب لنا النجاح والفلاح في كل خطوة في حياتنا.